عند الاستيراد والعبور مكرر من قانون الجمارك. المرحلة الثانية الكورية كويكا. المرحلة الثالثة والتي تخص التنفيذ الفعلي للمشروع. فيه نظام معلوماتي حيز التنفيذ على مستوى المديرية العامة للجمارك، وها هو يتعزز اليوم بتوقيع ما يسمى باتفاق تعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية كوريا في مجال إحداث ما يسمى بالشباك الموحد، علما أن الشباك الموحد سوف يدعم النظام المعلومات الذي هو حيز التنفيذ، وعليه هذا الشباك الموحد سوف يلعب دور حاسم في أولا تخفيض فاتورة ما يسمى برفع البضائع على مستوى مرافق الموانئ والمنافذ البرية والجوية، كذلك التسريع فيما يسمى بعملية الجمركة. سيداتي سادتي، نحتفل اليوم بتوقيع البروتوكول الخاص بمشروع إنشاء الشباك الوحيد للجمارك الجزائرية، وهو مشروع ممثل لتعاوننا المنفذ من طرف كويكا ومن طرف قبل المديرية العامة للجمارك الجزائرية.